انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة أم الحويطات الصحية جنوب سفاجة بالبحر الأحمر. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 87 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. القافلة الطبية النهاردة لمدة يومين في القرية بتشمل كافة التخصصات الطبية مع معمل كامل مجهز بكافة التحاليل، مع مركز أشعة، مع صيدلية فيها أكثر من 108 صنف تغطي كافة التخصصات الطبية لصرف العلاج والكشف بالمجان على أهالينا في قرية أم الحيطة. القافلة الحمد لله متواجدة وناس كويسين ودكاترة ممتازة وبيعملوا اللازم يعني عندنا هنا.